تبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. موضوع الليالي العشر، أيها الأحبة، أذكركم بأن أفضل الأيام عند الله هي الليالي العشر التي نحن بصددها اليوم، وهي العشر التي يعني تسبق عيد الأضحى من 1 ذي الحجة إلى 10 ذي الحجة. طبعا يأتي عيد الأضحى اليوم العاشر، وهو يوم النحر. والله أقسم في القرآن في سورة الفجر قال: والفجر وليال عشر. إذن أحبتي في الله، ماذا أستفيد أنا كمؤمن من هذه الأيام العشر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لي أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله ما كان في هذه الأيام العشر. لذلك إذا كنت تريد أن تقوم بعمل جيد، قم به خلال هذه الأيام. إذا كنت غافلا عن هذه الأيام، حاول أن تكثر من العمل الصالح، من العطاء، من الصدقة. كل هذا ستجده أمامك لحظة الموت ويوم لقاء الله عز وجل. أحبتي في الله، هناك كلمة تتعلق بالنحر. نحن نعلم أن النحر جاء في اليوم العاشر. هذه الكلمة في القرآن لا يوجد غيرها، هي كلمة انحر، مرة واحدة ذكرت في القرآن فقط في سورة الكوثر. أنا أحببت أن أتأمل معكم أن هذه الكلمة وضعها الله في سورة تتألف من 10 كلمات نفس عدد الليالي العشر. يعني عندما أراد الله أن يضع هذه الكلمة، كلمة انحر، لا يوجد غيرها في القرآن. مشتقات نحر في القرآن هي كلمة واحدة فقط، انحر فعل أمر، لا يوجد غيرها، موجودة في سورة تتألف من 10 كلمات بعدد ليالي العشر. دعوني أتأمل معكم. أحبتي في الله، سورة الكوثر هي أقصر سور القرآن، وعدد كلمات هذه السورة 10 كلمات كما نرى أمامنا. إنا أعطيناك الكوثر، 3 كلمات، فصلي لربك وانحر، 3 كلمات، مجموع 6. إن شانئك هو الأبتر، المجموع 4، أصبح المجموع الكامل 10 كلمات. أيها الأحبة، نصف كلمات هذه السورة لم تذكر في أي سورة أخرى، وهي كلمة أعطيناك لم تذكر إلا في سورة الكوثر، كلمة الكوثر لم تذكر إلا في سورة الكوثر، كلمة انحر لم تذكر إلا في سورة الكوثر، كلمة شانئك لم تذكر إلا هنا، وكلمة الأبتر لم تذكر إلا في سورة الكوثر. العجيب أيها الأحبة أن الآية الأولى من سورة الكوثر تضمنت من الحروف الهجائية 10 أحرف، 10 أحرف، وهي ألف، نون، عين، ط، ياء، كاف، لام، واو، ثاء، راء. هذه إنا أعطيناك الكوثر تتألف من 10 حروف هجائية، يعني ما عدا المكرر 10. والآية الثانية أيضا تضمنت من الحروف الهجائية 10. فصل لربك وانحر، هنا أيها الأحبة الفاء والصاد واللام والراء والباء والكاف والواو والألف والنون والحاء. وأكثر الحروف تكرارا في هذه السورة هو حرف الألف، تكرر 10 مرات، سبحان الله. جميع آيات السورة ختمت بحرف الراء، وترتيبه الهجائي في الحروف رقم 10. ترتيب حرف الراء، سورة الكوثر كلها ختمت بالراء، آياتها الثلاثة ختمت بالراء: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، ترتيبه 10، سبحان الله. يعني انظروا أيها الأحبة، إعجاز هذه السورة يقوم على الرقم 10، لأن النحر يكون في اليوم العاشر. نتابع أيها الأحبة. سور القرآن التي تنتهي بحرف الراء عددها 10، آخرها سورة الكوثر. انظروا أيها الأحبة، سورة المائدة تنتهي بكلمة قدير، سورة الحج تنتهي بكلمة النصير، سورة لقمان تنتهي بكلمة خبير، يعني آخر حرف فيها هو الراء، سورة الشورى تنتهي بكلمة الأمور، آخر حرف فيها راء، سورة القمر تنتهي بكلمة مقتدر، آخرها راء،
سورة الممتحنة تنتهي بكلمة القبور آخرها راء، سورة القدر تنتهي بكلمة الفجر آخرها راء، العاديات تنتهي بكلمة لخبير، العصر تنتهي بكلمة بالصبر، الكوثر تنتهي بكلمة الأبتر. إذن هذه الكلمات العشرة نلاحظ أن الحرف الأكثر تكرارا هو الراء، وقد تكرر 10 مرات في هذه الكلمات العشرة أيها الأحبة، حرف الراء تكرر 10 مرات. طيب الآن عندما نقرأ سورة الكوثر نبدأ بالبسملة. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا تتألف من 10 أحرف هجائية، هي الباء، السين، الميم، الألف، اللام، الهاء، الراء، الحاء، النون، الياء. وترتيب حرف الراء في البسملة هو 10، سبحان الله، يعني لو قمنا بعد بسمي 3 أحرف، الله 4 7، الألف واللام 9، ويأتي الراء هنا ترتيبه 10 بين حروف البسملة. انظروا أيها الأحبة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه حروف البسملة مع المكرر، نجد حرف الراء هنا ترتيبه كم؟ 10، سبحان الله. ما سر الرقم 10؟ هذا هو السر، أنه هو اليوم 10 من ذي الحجة، والذي يأمر الله فيه نبيه عليه الصلاة والسلام، يأمره بالنحر، فصلي لربك وانحر. سبحان الله، يعني انظروا أحبتي في الله، في أقصر سورة من القرآن وضع الله تعالى كل هذه التناسقات الرقمية مع الرقم 10، ليقول لك أيها الملحد وأيها المشكك، هذا القرآن هو كلمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.